يا ابو الطاقيه انا قلبي معاك تكذب علي وبترجع ومن شباك تاني شباك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاقيه. لو علم الاخوان الرحباني والصبوحه ان يوما سياتي وتنظم فيه القصائد بابو طاقيه لتخلوا عن كلمات الاغنيه ولاستبدلوها بتصريح الوزير وائل ابو فعور. وجه التحية الشيخ مصطفى الحجيري اللي بعرف انه البعض بيحملوا مسؤولية، ولكن الشيخ مصطفى الحجيري حتى فجر اليوم كان بالجرب، والشيخ مصطفى بذل جهود مبنية، واكثر من مرات انا بشهد 10 مرات تقريبا ساعدنا بحقن الدماء. لو يا حبيبي انت حبيبي تاخدني معاك تحول الإرهابي مصطفى الحجيري أبو طاقية إلى بطل بعد عملية التبادل التي أجراها الأمن العام، بعدما كان من أبرز المطلوبين للدولة اللبنانية بتهم الانتماء إلى تنظيم القاعدة وارتكاب جرائم أبرزها خطف العسكريين اللبنانيين وتسليمهم إلى جبهة النصرة. ارتبط اسم أبو طاقية بقضايا كثيرة وشخصيات إرهابية، منها عمر الأطرش، كما كانت له يد في جريمة التفجير في الرويس إذ وجهت أصابع الاتهام إلى ابنه براء في نقل السيارة المفخخة، فيما يتهم ابنه الأكبر عبادة بالمشاركة في قتل 4 شبان من آل أمهز وجعفر في وادي رافق، وفي قتل الضابط بيير بشعلاني والمعاون الأول إبراهيم زهرمان في عرسال. بتشكر كل اللي المعنيين اللي قاموا وشيخ مصطفى الحجيري، والله ينصر الأمة الإسلامية على عالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الجميع لأبو طاقية دوره في عملية التبادل. العسكريون المحررون شكروه والمسؤولون اللبنانيون شكروه. كان ينقص أن يقلد الإرهابي الخاطف والمفاوض في آن واحد وساما وطنيا على جهوده في خطف الجنود ثم مبادلتهم بحريته وحرية إرهابيين آخرين من طينته.